السؤال الثالث سألتك قلت لك شيء في ملعب كرة القدم. نعم. رؤى قالت كرة، أنت قلت الجول. الأهداف. نعم. 22 نقطة، 169، يعني باقي لكم 31 نقطة إن شاء الله. السؤال الرابع يقول أحد الأعياد في العراق، قالت عيد الفطر، رؤى أنت قلت عيد الأضحى، 22 نقطة. الآن 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 عائلة التحدي. ها؟ ما يحتاج. قلبك ما يحتاج. قلبك أنت طبعاً 9 نقاط. متأكد من الجواب. وراح نشوف ايش راح يصير. 9 نقاط تصير 200 نقطة. تعال خلي اشوف قلبك. لا انا ما احتاج مسيطر. العنكبوت صحيح. اروح اقعد؟ لا. العنكبوت صحيح. يا يابا. العنكبوت صحيح. لا والله لو تشوفون قلبه يابا حق. لا راح اقولها لحد الاخر. اسوي هيك؟ راح اقولها لانه قلبك راح يوقف. خلاص. يا جماعة يا شباب. السؤال الخامس والأخير الذي يحسم كل شيء، أي بمعنى العنكبوت. إيش قد؟ 100 مبروك. تعالوا خلينا نشوفكم. تعالوا ايها التحدي، فريق التحدي. تعاملنا. يلا هنوا بعضكم. مبروك عليكم ومبروك على هذا الفوز الجميل مع هذا الفريق التحدي اللي فعلا ترك بصمه اليوم تركوا بصمه مع تنافسهم مع عائله بهلبي، ولذلك نقول لهم ألف 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 مبروك. جائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. واو. هذه 10 مليون دينار عراقي التي استحقوها بكل جدارة. كانت أجوبتهم رائعة وحاسمة، وخاصة في مرحلة أسئلة السرعة. ألف مبروك. شكرا جزيلا. مبروك حبيبي. أعزائي المشاهدين، حقهم.